الرجل الذي بعده هو الشجاع البطل الذي قال عنه الذهبي رحمه الله: المجاهد، الشهيد، التقي، البدري، العدوي، القرشي، أخو عمر أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أسلم قبل عمر، وهو أسن من عمر، أكبر من عمر، واستشهد قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا طوالا، كان طويلا في خلقه، أسمر اللون رضي الله عنه، وأسمر اللون، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معركة حضرها، ودي كفاية بس، دي كفاية جدا، أي معركة وغزوة حضرها. وكان يرجو الشهادة رضي الله عنه، كان شجاعا مقاتلا. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن عمه زيد، قال: قال عمر بن الخطاب لأخيه زيد يوم أحد، عمر قال لزيد رضي الله عنهما يوم أحد: أقسمت عليك إلا لبست درعي، ألبس درعي وأنا بمش ساي. قال: فلبسها، لأنه حلف عليه، شنو حلف عليه؟ يمين. ومن حقوق المسلم أو من الحقوق إبرار المقسم. فلبسها ثم نزعها، بعد لبسها ثاني شنو قلع. قال: ثم نزعها. قال عمر: ما لك؟ قال له عمر: ما لك أي نزعتها؟ فقال: إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك، أي أريد الشهادة. وإن كان العبد يدخل الغزو لتكون كلمة الله هي العليا، كنية هؤلاء زيد رضي الله عنه وعمر وغير هؤلاء من الأفذاذ ومن المجاهدين بحق، العبد يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيمن الله تعالى عليه بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما شنو الشهادة. قال وعنه عن ابن عمر قال: قال عمر لأخيه زيد يوم أحد: خذ درعي. قال: إني أريد الشهادة كما تريد، كما تريد يعني أنت. قال: فتركاها، تركا الدرع جميعا، لا ذا ولا ذا. طيب، زيد ابن الخطاب رضي الله عنه قاتل كما سبق في جميع الغزوات وفي جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فجاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وارتد من ارتد من هؤلاء من العرب ومن غيرهم، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ يدافع عن دين الإسلام حتى قاتل مسيلمة الكذاب، وهنا استشهد زيد ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله وعن الجحاف ابن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة، قال: انكشف المسلمون. وطبعا المسلمون لما انكشفوا لم يهربوا ويذهبوا إلى بيوتهم، بل لم يهربوا لما يعني اشتد الوطيس وانكشف المسلمون، عادوا مرة أخرى، ووفق الله البراء رضي الله عنه، وألقي من فوق، ألقي من فوق الحصن، وفتح باب الحصن، وطعن وضرب وابتلي، ثم دخل المسلمون ببسالتهم وشجاعتهم، ثم قتل مسيلمة
قتله رجلان وحشي وأبو دجانة وفي بعض الروايات رجل من الأنصار. طيب، قال: انكشف المسلمون حتى غلبت بنو حنيفة عن الرحال، غلبت. قال: فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال، وأما الفرار فلا فرار، زيد ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، يعني في بداية الأمر، ثم عادوا فقاتلوا، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة من الكذب وادعاء النبوة إلى آخره. قال: وجعل يشتد بالراية ينفذ بها في نحر العدو داخل في نصهم. قال: ثم ضارب بسيفه رضي الله عنه وحامل الراية، الراية ثقيلة. قال: حتى قتل ووقعت الراية، قتل ووقعت الراية رضي الله عنه، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. طوال شال الراية، ناس زي الرجال ما قعدوا يعاينوا ليه، وديب الزول انشالب شوفوه، والناس طوال شال شنو؟ سالم. فقال المسلمون: يا سالم، يا سالم، إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. قبل ما قالوا لمنو؟ لزيد، لأنه شجاع. وهل سالم ما شجاع؟ سالم شجاع. والدليل: قالوا: يا سالم، إنا نخاف أن نؤتى من قبلك. فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. والشجاعة نازل حفظوا يتعلموا وعملوا بعلمهم، الدين ده ما تعلموا ساي، عملوا بعلمهم وجاهدوا في سبيل الله. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لأمر هذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويرفع فيه الجهاد الشرعي، ونقاتل في سبيل الله ونقتل شهداء. أسأل الله ذلك من أعماق القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.